السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة أسواق الجزيرة على اليوتيوب. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم شباب 2/9/2023، لا تنسوا دعمنا واشتراككم بالقناة يفيدنا يا شباب، حياكم الله وبياكم، فعلوا الجرس شباب كامل الإشعارات. طبعا الحركة ضعيفة يا شباب، حركة ما بيسوم ما بيحل الخليل بالسوق، تجار ما بيخالص، ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا متواجدين مزاد البقارة جنوب محافظة الحسكة شمال شرق سوريا اليوم السبت ما شاء الله تبارك. هاي فطيمة وردية طيبة يا شباب ما شاء الله عليها، ايش كسرت ابو البراء؟ ما سامت. والطلب عليها؟ مليونين ونص الطلب وما صارت بشيء. فطيمة حلوة يا شباب، بشة حلوة ما شاء الله عليها، حلوة الطلب، مليونين ونص وما ندفع بيها شيء. تمام، من بعد ابو زاد؟ ها؟ موجودة الخرفان هاي عندك؟ لا، عند ابو حمد ما شاء الله. هاي وين صارت الخرفان ابو حمد؟ هاي الخرفان الكبار، هاي أيهم؟ الكبار والله انا اريد الثلاث ثلاث، ما صار 3 ملايين. 3 ملايين؟ نعم تماما. وصغيرات اذا؟ هذا 20 مليونين. نعم، لا لسه ما صار. يطلب عليه مليونين ما صار، والكبار يطلب عليه 3 ملايين. 3 ملايين ولسه ما ندفع به شيء. تماما. الفطايم الوراد يا ابو حمد، انا هاي اللي عندك، هاي جوابي. هذا سالم مليون و350. هذا لنا؟ هاي مليون و150. مليون و150. هذا صح احمد، هاي لسه. هاي لسه ما صارت شيء. ما شاء الله تبارك الله. زاد 50. وهاي زاد مليون و50. هذا لنا. ايه. ينطوني 900 ما يرهم. ما يرهم 900. ايوه ما شاء الله تبارك الله. هاي وصلنا شباب السوق للطيور ما شاء الله تبارك الله، نتعرف على بعض اسعار الطيور. الفهل هذا بيش ابو احمد؟ قديش؟ ايه صار يا اخوي 52. قديش 52؟ 152. 152 نبهني ترى، مو بس 52، 152 الف سوري. والامايه؟ الامايه هاي صارت 60. 60 الف. هاي صارت 50. 50 تماما. قديش هاي والدجاجه؟ قديش والدجاجه؟ ايش صار؟ 33. 33 الفحل. والدجاجة 26. 26، مثل هذا صغار هذا. والله هذا صار 50. 50 ألف؟ 25. تماما. هنا أبو أحمد. والله هذا طلبت عليه 30، طلبت على هذا 20. 30 وذن على 20 20. أيوه هذا 50 60 ألف. الوحدة 30 30. 30 30 الوحدة. طيب اصغر هذا؟ هذا والله طلبت على 20 وما صار 20. مثل هذا صغير تبع العلم، طلبت 37. 37 وما صارش. هذا اصغر ابو صار لنا 15 15 15. فراريج مو؟ تماما. هاي مع على بعضنا ذن؟ على بعض، على بعضنا ال 15 15. ما شاء الله تبارك الله. هذا نريد 30 30. هذا نريد 30 30. دجاجات كبار وما صارش. 29 29. هذا 29 29. اميات 29 29. هذا لنا صغار. ايه هذا لنا؟ هذا لنا ريدن 18 18. دياش هذا ابو؟ دياش. لا 18 18. وهذا؟ نفسه 18 18. وهذا فحل معزي يا شباب، صار 1,500,000. نعم. شو قد طلب عليه ابو حسين؟ اريد ورقتين. اريد ورقتين على مليونين يا شباب. ما شاء الله تبارك الله، فحل طيب. 1,500,000 سوري صار يا شباب. ما شاء الله تبارك الله. صار ولا تريدن؟ اريد. كل واحد ذمه. تمام، كل واحد ذمه، ذلنا 1,500,000. مليون ونص حد هنا، كل واحد ذمه، يعني كل واحد له صاحب يا شباب شكل. والعنزه يا ابو حسين؟ عنزه ريد 14 14 مليون و400، يعني اقل منها 100 ألف بس. طيب القلم هاي العويكه التعبان هذا ابو ريد 99 900 900. قلم عويك ما صار يمشي. انت لف العويك يا شريت العويك، انت لف غازي وما عليك. انا مسكر في سوق الحج. هذا الشبش صار 3 مليون سوري يا شباب، ها؟ صار 3 مليون وريد 4 ونص. يريدوا 4 ونص ودفع 3 مليون. نحكي لكم مثل ما صار، أبو حسين زلمة صادق و... نعم هذا الدفع، وإذا طلب عليه 4 ونص وصار بثلاثة، فيقول اندفع به، ما في مشكلة يعني. شبش كفالة. إي نعم، شبش كفالة زين. إي نعم. الغنم أبو حسين؟ الغنم عليه 23. ما صارت شيء. مليونين و300 وما صارت شيء. طيب أبو حسين خاروف، الخاروف هذا؟ خاروف صار 18 مليون. نعم صار 1,800,000 ويريدوا مليون. هاي البضاعة الموجودة بالسوق يا شباب، يعني الخروف قليل بالسوق. فطايمة ذنة؟ ما صار كل شيء، 13 يريدنا 13 وما صار شيء. حركة تعبانة جدا. نكمل جولاتنا بالسوق يا شباب، نروح لعند الدلال خالنا أبو ياسر ما شاء الله تبارك الله. أبو ياسر إلا عجاية بيش هاي؟ 25 ألف. هاي مطلوب بها 2,500,000 سوري يا شباب من عجاية طيبة ما شاء الله تبارك الله. ما صارت بشيء؟ أقول ما صارت بشيء؟ لا. وهاي؟
مليونين و300. والخرفان؟ الخرفان هذا صار مليون. هذا مليونين. نعم. تمام. وهذا؟ هذاك مليون ونص. هذا مليون ونص. وجدي؟ مليون و250. الفطايم؟ ما صار من كل شيء. على راسي يا ابو ياسر. هاي وصلنا شباب رجل دلال علي ابو ايناس. الصلاه على سيدنا محمد. حركه ضعيفه جدا يا شباب، طلب قليل وما ببيع خالص. ابو ايناس وين صارت ابو ايناس الخرافه؟ طلبنا مليونين ما صارت ولا بيع. الطلب مليونين سوري يا شباب وما صار دفع حتى الان. الاسواق ضعيفه والوضع يعين الله. يعين الله. طيب ابو هاي الفطيمه هاي زينه؟ صارت مليون و325. مليون و325 و25 راعي ما في راعي لا يبيع على كيف هو حر. مليون و325 بعناها هذيكه. مليون و325. طيب هاي ابو ايناس هاي العجه والله هرمه كبيره. هرمه كبيره مليون و400. اما حليب ها حليب اي نعم مليون و400 اللي جبه حليب هذا مليون و400 خالد. هذا مليون و400 خالد حليب وماصه. ايوه مليون و200 هذا لنا مليون و200 مليون و200 فطايم يا شباب. الصلاه على سيدنا محمد. هذا مليون و300 مليون و300 فطيمه وهاي مليون و300. الله يجزاك خير ابو ناس. الله يسلمك الحق يا عايد اسعد وان شاء الله. لحم يا شباب ما شاء الله تبارك الله. دلال عمي مصور ابو حمد صارت مليونين و360. اما انعجه بها عذر كريم عينها كريمه ما لها عين واذا من عيونها ما تشوف فيها خالص مضروبه ما شاء الله تبارك الله. انعجه لحم طيب. الصلاه على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الله. قبل سنين 400 يا اخوي. خمس عشر 15. هاي عينها كريمه شوف ما تشوف فيها خالص هاي. 20 ترى حوضه ها. اي نعم. مليونين و500 ما شاء الله تبارك الله. 505 505 هذا عنده شيء عليها مليونين و530 بس بس مليونين و500 مليونين و600 ما باع يا شباب ما باع. 825 شباب اسخلاط لحم ما شاء الله تبارك الله. الله يصحح لك معاك. من صاحب انت؟ انا صاحب. ما شاء الله تبارك الله. 8 ونص 8 ونص. ايه 60 70 70 75 ما شاء الله تبارك بس لحم جنية طيبة 875 ما شاء الله تبارك الله. 895 9 ورقات 900 900 900 ما شاء الله تبارك الله 900 900